تعرفوا انه دائما ما اعرف اذا انت كمان مثلي، دائما بيكونوا كده اسئله في دماغك، كده راسك يطرح اسئله غريبه، تجيك اسئله غريبه ما بعرف، يعني تحس انه اذا قلتها الانسان بيستغرب، بس هي تطرح بس بينك وبين نفسك. اوكي، من بين هذه الاسئله اللي كانت تجيني زمان، انه ليش مثلا الله ما خلق كل الناس طيبه وما في شر وما في يعني قادر ان يخلي الحياه كلها سلام، ما في احد يؤدي احد، ما في واحد شرير واحد طيب، ما في هذا الشيء، فصراع هذا قادر الله انه ما يسويه، ما يخليه في هذه الدنيا. بعدين لما كبرت وكذا وعرفت كثير اسباب، كثير اسباب موجوده، ومن بينها انه هذه الاشخاص لها دور في حياتنا اليوميه، انه هذه الاشخاص لو هي مش موجوده نحس انه راح نحس انه احنا ما في، يعني انه مثلا انا جالسه بالبيت ونايمه، اوكي، فلما يجي واحد يقول لي الفاشله قومي اشتغلي يا الفاشله، فاقول ايش يقول علي فاشله، انا مش فاشل، فتحاول انك انت تثبت العكس، فهذا شو تحدي بين نفسك وبين المجتمع والناس هذه، الفئه هذه الشرانيه، فيكون عندك طموح تسوي وتنجح، يكون عندك اشياء كذا، ويجي واحد يحاربك وتحاول انك يعني في صراع. هذا الشيء تخيلوا ان الحياه بدون هذه الاشياء، احس انه لما تجي تنام وتاكل وترجع تحس انه هذه، لانه ما في احد يقول لك يا فاشل يا كذا، تحس انه هذه الحياه هي هيك، يعني هيك هي، هذه هي الحياة، تصير تقتنع أن هذه هي الحياة. فأحياناً الناس الشريرة اللي في حياتنا أو في المحيط في المجتمع تبعنا ضرورية. تفكر كده وتقول في كتير ناس نجحوا بسبب أشخاص، في كتير ناس يعني في كتير قصص يقول لك مثلاً أنا والله كان يتنمر علي واحد صديقي من زمان، وكان قال لي انت ما تقدر تسوي كده، وهذا الشخص سوى وسوى وسوى عشان يثبت لهذا الشخص اللي من زمان انه لا. فهمتوا كيف؟ في كتير قصص كده، واحنا كمان عندنا اكيد قصة نحاول انه نثبت لاشخاص ما انه احنا ناجحين واحنا نقدر نسوي كده ونقدر نسوي كده، فهذا يعطيك تحفيز نفسي. فما في شيء في هذه الدنيا موجود إلا له منفعة لنا، كان سيء أو كان حلو، كل شيء بأغلاطنا بكل شيء هذه موجود، لكانت لازم تكون موجودة عشان تصير أنت شيء أو تنتقل إلى مرحلة تانية. في شيء كذا لازم في كعكلة بتصير، تمام؟ لأنه سبحان الله، سبحان الله، ما عمرك تشوف إنسان انتقل من مرحلة لمرحلة إلا ما كانت في الوسط بينات هذه المرحلتين كعكلة وضيق ضيق ضيق ضيق، تلاقي إنه هذا الشخص خلاص، يعني إنه هون يعني تحس إنك أنت توقفت حياتك، بعدين تفرج وتصير أشياء. فسبحان الله، في توازن في الحياة جد، الله خلق توازن في الحياة، خلق أشياء إحنا ما نفهمها حط لها توازن، مع إنها أنت بتحس إنها بتأديك وبعدين تستوعب إنه لا هي ما كانت. فمشان هيك أبغى أقول الكومنتات السلبية، مع إني أنا في حياتي صراحة ما عندي كتير كومنتات سلبية، الله يحفظ لي بناتي ويحفظ لي الناس اللي يحبوني، والله يعني اي احد ما يحبني ويكرهني تكفى، الله يسعدك خلي عندك كرامه، الله يحفظك وسوي انفله، والله يخلي عندكم كرامه جد، والله ما ابيكم ولا بكندره جد، يعني والله انا لو عندي ألف ألف بس، مو كل هذه الملايين، ألف بيحبوني وبيدعوا لي بالصدق، والله العظيم اني اكون مرتاح اكثر من انه يعني يتابعوني ناس ما يحبوني. فعشان هيك بقول لك اي الكومنتات السيئه، يعني لما تعطوا
كومنتات سيئة لي وتقولوا لي شيء أو لأي أحد، هذا ما رح يخليني إلا أنا أكون أحسن، وهذا الشيء رح يؤذيكم. هذا أنتوا كناس شريرة رح يؤذيكم، صدقوني رح يؤذيكم، لأنك ما دامك أنت تكره شيء شخص إلا وأنت ما تبيه يكون ناجح، فمات يعني رح يؤذيكم مرة، ورح تتأذوا لما تشوفوا هذا الشخص ناجح. كونوا رؤوفين بقلوب الناس، كونوا محبين، خلوا مسافة للخير يجيكم. لما تسووا هذا الشيء بيكون خير جاي وانتوا بتسكروا، خلوا الباب مفتوح لانه رب عشان ربي يرزقكم. فهمتوا كيف؟ فهمتوني؟ فان شاء الله ربي يفرحكم ويرزقكم، وان شاء الله حتى الناس اللي ما تحبني او والله الله يرزقكم.